نظرية اللون هي علم وفن استخدام اللون، يشرح كيف يدرك البشر اللون والتأثيرات المرئية لكيفية اختلاط الألوان وتطابقها وتباينها مع بعضها البعض، وكذلك الطرق المتبعة لإيصال هذه الرسائل لدماغ الإنسان وبالتالي إلى مشاعره. لذلك كان لابد من دراسة معاني هذه الألوان في الفن التشكيلي على اعتبارها الوسيط الرئيسي الذي يمكن الفنان من إيصال أفكاره ومشاعره وأحاسيسه. رح نعرف أكثر عن هالموضوع مع الفنانة التشكيلية ربا اللحام، واللي رح تشرح لنا أكثر بشكل عملي من خلال الرسم المباشر على اللوحة. مرحبا، اليوم أنا وياكم حنرسم لوحة وحنحكي عن أهمية الألوان بحياة الإنسان بشكل عام، وبشكل خاص حنحكي عن الفنان وكيف الفنان بيتأثر بالألوان وكيف هو بيستخدم مشاعره من خلال اللون. حرسم اليوم أنا وياكم لوحة طبيعة، حنستخدم اللون الأزرق البنفسجي والزهر. أول شيء اللون الأزرق، بعدين هحط لون البنفسجي، أوكي، وهلا هحط لون الزهر. تمام، هنبلش أول شيء برسم السماء. هنستخدم اللون الأزرق بشكل صريح. بهي اللوحة أنا حابة استخدم الألوان بشكل صريح بشكل عام على اللوحة لوصل حالة معينة من المشاعر. هلأ منشوفها بالنهاية. لما بحكي عن اللون الأزرق دائما بتذكر بيكاسو. بيكاسو مر بالمرحلة الزرقاء، المرحلة الزرقاء مر فيها كان يعبر فيها طبعا الأزرق الداكن، نحن عم نحكي يعبر فيها عن مشاعر الحزن واليأس. كان فترتها كان فقير قبل ما ينشهر، كان يرسم وجوه شاحبة، فكرمال هيك هو سموها هي المرحلة المرحلة الزرقاء، وربطوا اللون الأزرق ربطوه بالمشاعر المأساوية والحزن. انتقل بيكاسو للمرحلة الثانية اللي هي المرحلة الوردية، تقريبا عام 1904 صار يرسم بألوان زاهية، حياته صارت أفضل. طبعا هون يعني منعرف قديش انعكس المشاعر على الفنان بشكل عام. كرمال هيك هو مرق بمرحلتين اللي هي المرحلة الزرقاء، المرحلة الزرقاء والمرحلة الوردية. نحن عم نرسم بألوان الأكريليك. الألوان الأكريليك اللي هي بنحل بالماء، هي سهلة التعامل، طبعا تعطينا نتيجة حلوة مثل الألوان الزيتية. فينا نحن نستخدمها، فينا مراحل عمرية كاملة فيها تستخدمها. الأطفال صعب يستخدموا الألوان الزيتية، كرمال هيك نحن نستخدم لون ألوان إكريليك. حنكمل هلأ هون باللون الزهر، حنعطي هذا المزج الحلو بين الزهر والموف. بدنا ننتبه إنه اللون الإكريليك بيجف بسرعة، فبدنا نحاول إنه نحن نكون سريعين نحن عم نشتغل، ونحط شوية مي ليدمج أكثر اللونين مع بعض. هنحكي عن فنان فان كوخ. وقت رسم لوحته ليلة مقمرة ونجوم كانت عم يعبر فيها عن حالة معينة من المشاعر، كان بداية أول الصراع عنده، بالإضافة أنه هو كان بحالة نفسية معينة. صارت ألوانه أكثر
غامقة أكثر، داكنة أكثر. استخدم الألوان القاتمة مثل اللون الأزرق الغامق بالإضافة للبني، حول اللون الأحمر للون بني، حول اللون الأزرق الفاتح المشرق للون أزرق داكن. هيك عبر فيها عن مشاعره من خلال الألوان، ظهرت مشاعره وظهرت أحاسيسه وبين الحالة النفسية والحالة المرضية اللي كان يعيش فيها. هناخد الأحمر، هناخد اللون الأحمر وهندمجه مع الزهر. أول شيء أنا مضطرة أحط شوية زهر كرمال يمزج معه الأحمر، لأنه مثل ما حكينا لون الإكريليك بينشف كتير بسرعة، بدنا ننتبه لهذا الموضوع كتير منيح. ونحن عم نستخدم الألوان نكون سريعين. هيكون معنا مزج بين لون الزهر واللون الاكريليك. قد ايه الالوان بتاثر على مشاعرنا وقد ايه عن جد هي مهمه بحياتنا. مره من المرات كنا مشاركين معرض بالعنف ضد المراه، فبهذا المعرض كانوا اغلب الفنانين راسمين لوحات عن المراه وعن الانثى بشكل عام. كانت هاي اللوحات بتدل عن الانوثه وقديش المراه بتعاني بهذا المجتمع. مجموعة من الفنانين كانت أغلب لوحاتهم ألوانها داكنة، ألوانها غامقة وفيها ألوان أزرق غامق مثلا، أو يعني أغلبهم كانوا عم يرسموها بالألوان السوداوية. وفي قسم تاني كان عم يرسم الألوان عن جد ألوان فرايحية، موف وزهر وألوان كلها حياة. صار فضولي أنه أنا أسأل الفنانين وليش يعني شو السبب انه نحن في فنانين عم يرسموا بالوان فاتحه وفي فنانين عم يرسموا بالوان غامقه. انا واحده من الفنانين اللي كانت لوحتي مشرقه والوانها فيها فرح وحياه. حاولت اسال هذا السؤال مع نفسي وبالاضافه مع الفنانين، طرحت عليهم، حاولت فوت شوي لحياتهم الشخصيه ولمست بالفعل الفنانين اللي كانوا عم يرسموا بالالوان الرماديه والالوان الداكنه هي حياتهم شوي فيها مأساة، فيها عنف، كتير بيأثر، كتير بيأثر. هنا لو عم يرسموا موضوع في فرح، أحياناً نحن بنرسم وردة، هي الوردة هي مجرد وردة، بس إنه لما ننظر للوحة منحس بحزن، المشاهد بيحس بالمشاعر لما عم يطلع على اللوحة. الدماغ البشري فوراً بيلقط الفنان كيف كان عم يرسم، هي الحالة المشاعرية مجرد أفكار نحن عم نفكر فيها. أنا لما عم أرسم عم فكر بفرح بسعادة، فهذا الشيء حينعكس على لوحتي. بالمقابل أنا إذا في مأساة بحياتي نفس الشيء، هذا الشيء حينعكس على ألواني، حتصير داكنة، حتصير غامقة، حيتغير اللون بشكل عام. هلأ حاستخدم اللون الأصفر. يوم ألواني صريحة بشكل عام. هنحطه مباشرة على اللوحة. طبعاً الأصفر لما يدمج مع الزهر أو الأحمر هو حيعطينا برتقالي، هذا البرتقالي الحلو هلا بيظهر معنا. الأصفر لون كتير حساس فورا بيتوسخ، فبدنا نحاول نحن ريشتنا تكون كتير نظيفة ونحن نشتغل فيه كرمال تكون الألوان تمام. عم نستخدم هون اللون الأصفر بالنهاية. أنا حابة يكون عندي المشهد عبارة عن ورود، هو حقل من الزهور الملونة بالإضافة لشمس ساطعة بنص السماء. هلأ حنرسمها سوا بهذا الشكل. هلأ بعد ما بدينا الألوان كلها على اللوحة حنستخدم تقنية معينة من اللون.
هلا استخدمنا ريشة تانية لنرسم الجبال، حنستخدم اللون الأبيض. أنا متقصدة اللون الأبيض يكون فيه شوية مي كرمال يعطيني الشفافية اللي أنا بدي إياها. هناخده بهاي الطريقة. هنرسم الجبال بشكل عشوائي هيك، هنخفف الريشة بس. هنعمل جبل تاني. يكونوا شفافين، اخذ معهم اللون الموجود باللوحة اللي هو اللون البنفسجي هيك مع مي بشكل عام بكفي. اوكي بكفي هيك. هلا بدنا نستخدم ريشة تانية لنرسم الورود. طيب بس هعدل هون. هلا استخدمت هاي الريشة الخشنة، هاخد فيها اللون الزهر وحنمشي مثل مبدأ التطبيع لأرسم أنا ورود بعيدة. طبعا هدخل شوية أبيض معهم كرمال يظهروا. عيننا ما حتشوفهم هلأ بشكل واضح، لنرسم أكتر هلأ بتطلع التفاصيل تبعهم. هذا الشكل قد الألوان حلوة، وعن جد هي بتأثر على حياتنا، على حياة الإنسان بشكل عام. طبعا هي اللوحة أي فنان فيه يرسمها، أي شخص فيه يرسمها، لأنه هي بسيطة وبنفس الوقت سهلة. كرمال هيك أنا اخترت لكم موضوع سهل تحاولوا تجربوه معي وتشوفوا الإحساس قد ايه حتنبسطوا وانتوا عم ترسموا. هنكمل باللون الزهر، بعدين هناخد الفوشي أو الأحمر. بدي أخبركم شيء، مو دائما نحن لما بيكون مشاعرنا سلبية أو عنا حزن ممكن ينعكس هذا الشيء 100%. فينا لا تكون الحالة عكسية، إنه نحن لما نستخدم ألوان مفرحة تعكس هذا الشيء على مشاعرنا بالفعل، وحتخلينا نصير أكثر فرح وسعادة. وبنفس الوقت بدنا نحاول نحن نفكر بأشياء حلوة لينعكس على اللوحة، أما عم نفكر بأشياء فيها حزن أو أشياء فيها تعاسة فأكيد اللون هيتأثر وحتكون لوحتنا تعيسة. بتمنى أنه إن شاء الله يا رب هيك الأيامكم فرح واللوحة تكون كلها مشرقة وحلوة. هنستخدم اللون الأصفر، هنقط فيه كأنه ورد. هي تقنية التنقيط، هي تقنية جميلة وسهلة بنفس الوقت، انه هي تعطينا احساس بالورود والزهور بهذا الشكل. نحن لما عم نحط لون فاتح فوق لون غامق عم يعطينا جمالية اكتر، مو بالضرورة يكون اللون الخلفية مثل لون الوردة، لا بالعكس بده يكون في عنا كونتراست بالالوان ليطلع جمالية اكتر. هيك بنكون بنعمل الورود بهذا الشكل. هدخل شوية أحمر ليدمج معه ويعطيني لون برتقالي، بتعطي جمالية أكثر. أحيانا بيكون في أثر بالريشة بيعطيني بدون ما أتدخل، بس هلا أنا مضطرة إني أضيف لأنه ريشتي نظيفة.
مشان يعطيني إحساس حلو. ممكن نضيف الأبيض كمان بيعطي إحساس حلو. طبعاً الأصفر مع الأزرق بيعطي أخضر كمان. نحنا لازم نستخدم شوية أخضر يعطي إحساس حلو بينات الورود. أنا هلأ بدي أضيفه للأخضر بشكل مباشر. هلأ بشوفوا كيف رح نحكي كمان عن الفنان العالمي رامبرانت يلي هو استخدم بلوحته ألوان غامقة أغلبها كانت البني المحمر أو البني المزرق. البني بكل درجاته. بما أنه استخدم اللون البني الغامق والأسود هذا الشيء بيدل على أنه لوحاته فيها غموض وعمق بصري، مما أدى النقاد يستنتجوا أنه حياته الشخصية فيها هي درامية بائسة. هلأ حناخد لون الأخضر ونضيفه باللوحة بشكل كتير بسيط ليعطي إحساس أنه هو أغصان الورود. هلأ حنرجع نستخدم ونضيف شوية ألوان مشان تبين الوردة ظاهرة بهذا الشكل. اللون الأخضر بيعطي عمق للوحة وجمالية. تمام. هلأ حنستخدم نفس الألوان اللي استخدمناه هون قبل شوي اللي هو هون بنفسجي والزهر. حنحاول نركز على كل غصن كأنه وردة بهذا الشكل ليعطي جمالية أكثر للوحة. نتذكر دائما إنه مشاعرنا تكون حلوة كرمال لوحتنا تطلع بالفعل حلوة، هذا الشيء يوصل للمشاهد أو للمتلقي إنه اللوحة فيها حياة وفيها ألوان وفيها جمال بنفس الوقت. هأخذ كمية من الأبيض هرسم هون الشمس هيك بشكل دائري. هسمك اللون بمطرح وأتركه مطرح تاني فاتح. هيك لوحتنا بتكون انتهت وهيك بتكون خلصت لوحتنا. خلينا نشوفها مع بعض. طبعا فينا نحن نغير تدرجات الألوان، فينا نستخدم تدرجات الأخضر أو تدرجات اللون البنفسجي أو تدرجات اللون البرتقالي يكون في مشهد غروب. فيكن تستخدموا أي ألوان أنتوا حابينها وببالكن، فيكن تدمجوا أكثر من لون مع بعض وتطلع اللوحة حلوة. طبعا فينا نستخدم الألوان الحارة والباردة مع بعض، فيكن حابين تستخدموا لوحة باردة كمان فينا نرسمها بهذا الشكل. الألوان الباردة اللي هي اللون الأزرق البنفسجي أو الألوان الحارة اللي هي الأحمر والبرتقالي. هلا نحن هيك خلصت لوحتنا وإن شاء الله تكون عجبتكم. استخدمت هاي الألوان لأنه هي بتدل على الفرح والسعادة وفيها حب وحياة وهي ألوان أنثوية بتدل على الأنثى بشكل عام. وشكرا كثير لكم. كلما أبحرنا في بحر الألوان كلما امتد مداه واشتدت أعماقه كلما جاد علينا بدرره وحليه الثمينة. أصدقائي نتمنى دوام رفقتكم في رحلتنا، نلقاكم بخير، إلى اللقاء.